المرسوم باين. في حاجات عجيبة في الحارة هنا. ايوه وصف لي سعادتك عندك ايه؟ وفي بقالة جمجوم. جمجوم؟ جمجوم يا سعادتك. عنده حاجات غريبة. ايوه اوصف لي بالظبط انت فين يا سعادتك. وبوابة وفي حمار في نص الحارة. ايه ده انت وصلت سعادتك؟ ازيك يا باشا؟ اهلا اهلا. الله الله ايه لبس القبهه دي؟ فتوه اخش على اي حد بلطجي اخش على اي حد. بص الماشيه كمان وريني. ها ايه الصياعه في كده يا باشا؟ ايه مش صايعه دي؟ لا عادي انت مشيت كده. ايه يعني دي مش صايعه؟ بص بقى ماشي صايعه. وهم بيمشوا الصيع. أيوه. بيطلعوا ينزلوا. يطلعوا ينزلوا ايه يعني؟ ليه ماشي كده؟ امشي كده يعني؟ وخلي ايدك كده للجنب كده. هتلبخني المشهد دي على فكره يا باشا. ركز شويه. اهي بص دي. طب بص دي وريني دي المشهد دي. ايوه دي. دي صايعه جدا دي يا باشا. طلعت اللسان. ايه رايك؟ انت طلعت لسان مبهر يا باشا. بس مش عارف اكلم لساني بره. خلي بالك ما دي الحرفيه بقى. دي الحرفيه. ماشي تتكلم لسانك بره الناس تنبهر. يقول ده بلطجي على طول. اهو ايه ده يا باشا؟ ايه ده اللي انت لابسه ده؟ ايه ده بلطجي ولا شعبان عبد الرحيم؟ اكسسوارات دي مهمة جدا. اكسسوارات ايه سعادتك؟ اقلع بس الاكسسوارات دي. الحاجات الذهب دي يعرفوا ان انا قد ايه غني. هو غني ايه؟ في بلطجي غني ولا بتاع؟ ايوه ما بلطجي غني طبعا. امال ايه؟ اقلع يا باشا اقلع اقلع الحاجات دي وبهدل نفسك شوية. ابهدل نفسي ازاي؟ ايوه بهدل نفسك سعادتك. يعني ايه ابهدل نفسي؟ هدومك نضيفة قوي على بلطجي. يعني اعمل ايه اوسخها يعني؟ في بلطجي يكوي هدومه. ايه ده؟ ما انا ممكن ابلطج على المكواجي وما تفعلوش مثلا. تبلطج عليه ما تفعلوش ازاي يعني يا باشا؟ يعني ازاي؟ انا مش فاهم سعادتك والله العظيم خالص. يا ابني بلطجي بلطجي لازم اخش على ناس ابهرهم الاول. تبهرهم؟ حفظت انت الاول الكلام اللي انا حفظته لك؟ امال ايه؟ سمع يا سعادتك. الدنيا بهدلتنا والصياعه مدرستنا. الله 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 هو ده يا سعاده الباشا. بص ثانيه واحده ثانيه واحده ده لسه في بقى اختبار المطوه بقى. ها يلا فرجني بقى. يلا يلا. ايه هي هتفتح لوحدها؟ الحركه اللي انا بمسك البتاع في البتاع دي كده. يلا وريني. وبلف ايوه. يا سعاده الباشا مش كده. لازم تبقى مجرم وانت بتحرك المطوه. يعني ما هو لازم يبان عليك وعلى نظراتك وعلى لسانك وعلى مشيتك وعلى كله. يعني سعادتك تمسك المطوه كده في ايدك. ايوه. وتخش على الراجل تقول له ايه يا تفتحها كده. افتحها الاول. وممكن تتكلم وانت بتطلع لسانك تقول له ايه يا في ده كده مش بلطجي ده متخلف عقليا. ماشي يلا يا باشا. انت اصلك طالب كذا حاجه مع بعض يا باشا. ما تعرفنيش ما تعرفنيش. اصلي سكران سعادتك معلش. سكران من يوميها والله يا باشا. انا اسف. براحتك يا باشا. طب ما افتحها بايدي يا عم وخلاص يا عم. وايه الصياعه يا باشا لو فتحتها بايدك؟ طب ما في تقول علينا ايه؟ في مطوه من اللي هي بصوصه تدوس عليها كده تقوم طالعه وخلاص. يا عم دي بتاعت البلطجيه السيس. يعني تعمل كده تفتح المطوه. تعمل ازاي؟ ايه الصياعه في كده؟ اي عيل صغير يدوس على الزرار تفتح. لكن المجرم الصح يمسك المطوه كده. ايه يقعد في ايه يقعد. ماشي ماشي. مش دي بتاعت يا باشا. هي الشغلانه صعبه يعني؟ سعادتك افتحها بايدك وخلاص. ايوه اهو افتحها بايدك يا سعادتك. يلا اوعى تعمل كده قدام الناس. لا ان شاء الله هيقتلوك لو عملت قدامهم كده. ان شاء الله مش هيحصل ما تقلقش. مش قلقان يا باشا. بس يا شفت العيال الصغيره في الحاره عاملين ازاي؟ قول لي بقى هتقول يا باشا. انا معلش كله مع بعض اصبر. يلا افشع عياط. افشع. احشع. افشع. اخشع يا باشا. يا عم ما انت كاتبها لي افشع بالفه. اهي بالفه دي ولا مش بالفه؟ افشع عياط يا باشا. ما هي الخاء شكل الفه في الرقعه. الرقعه كاتبها رقعه انا.
انا ما بفهمش في العربي قوي، لكن دي افشع يعني، هي المفروض تبقى ايه؟ اخشع. ماشي يلا وريني. اخشع ياض. حلوة قوي يا باشا. ها؟ مع المشية. اخشع ياض. اخشع ياض. تمام سعادتك كده؟ ماشي. ده انا منبهر سعادتك. ها؟ انت منبهر؟ منبهر والله. اصبر على اللي جاية. ده ها؟ مش كتر مال احنا زهقنا من ناس الشمال. ايوه 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 يا سعاده البي، هو ده بقى. اه خش يا باشا. قلب نفسك بدل ما قلبك. يلا يا باشا. انت بتتكلم عبري. قلب نفسك. قلب نفسك يا باشا. يلا قلب نفسك بدل ما قلبك. يا باشا يا باشا قلب نفسك. جايه من التقليب. قلب نفسك. قلب نفسك يعني اتفضل وكملها. اتفضل. ادي قلب اهي. فين الشده؟ لازم يبقى في شده على القاف. لازم. هو انا قاعد اعمل لك في شده يا باشا؟ حط شويه شدات وانا اوزعهم. طيب قلب نفسك بدل ما قلبك. ها كمل الجمله. قلب نفسك بدل ما قلبك. يا باشا حرام عليك. قلب نفسك. قلب بقى. قلب نفسك بقى. انت مسحالي يا هض. سكران والله. سكران تينا يا سعادتك. معلش. ايه رايك بقى في الشويتين دول؟ شويتين حيوني قوي. بص يا باشا سيبك بقى من الورقه دي خالص. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزك تشغل مخك يا سعادتك. ماشي يا سعادتك شغل مخك شويه. هنعمل ايه بقى؟ هقول لك هنعمل ايه. هنقف كده اول ما حد من الناس اللي في الحاره يعدوا. شفت الحزام ده؟ ده حزام موس. اه عشان لو ما عرفتش استخدم ده استخدم ده. تقلع الحزام وتحط عليهم. امال ايه ده انت يا باشا بقيت خطير جدا. امال ايه علامي ده بقى يا باشا. فين الناس اللي انا هبلطج عليهم؟ ما هم لسه ما صحيوش. ايه الحاره اللي بتنام بدري دي وقاعده لغايه الصبح لسه ما صحيوش؟ ما هو سعادتك هم بيسهروا وحرام مجرمين يا باشا. يسهروا طول الليل ويناموا الصبح يا سعادتك. شويه كده وهيصحوا. انا بقى هاخد حضرتك ونستخبى. ماشي. واول ما يظهر حد من الحاره تظهر عليه بالمطوه. ثبته وتاخد كل فلوسه. انت اوفر ليه كده؟ يا سعادتك بوريك. يا سعادتك بوريك. بفرجك. طب تعال تعال استنى على ما يجوا الناس وبعدين احنا نخش عليهم. ما تخرجش غير بالمشي اللي علمتها لسعادتك. يلا بينا يا باشا. بنا يا بنا الحان يا جبنا. انت فين يا بنا؟ انا واقف بنا. اما تيجي جوه. انا جاي اهو يا عم. انت فين؟ انت فين يا عم؟ ده الحرم ملمومه وعامله فيلم على راجل غني عشان نقلبه في فلوس. ما هو بسبب استغلالك فيا عملت حادثه بالعربيه. يا ساتر. ايوه خبطت اتنين. اتنين؟ واحد مات والتاني لسه يتكلم. قلت له اش اش اخرس. صاحبك مات ما فتحش بقه. هتقعد ترغي انت بقى؟ وفجاه لقيت لك انسان ملاك لابس ابيض في ابيض موتوسيكل ابيض خوذه بيضة قال لي انزل يا ده حلل لك. قلت له يا دكتور انا سليم. شوف الراجل اللي بقى ستيكر على الارض ده. انت ايه سكران ولا يا دكتور؟ عم انت مجنون. ده ظابط. ما انا عرفت وحللت والنتيجه طلعت. اه النتيجه ايه؟ حامي. مبروك يا لانشون. مبروك يا بابا. بقول لك ايه، من دلوقتي لا تكر ولا تمسح ولا تخسر. تنام كده عشان الجنين. ايه في ايه؟ بتوحم على ازاز البيرة. بيرة؟ يا عم بيرة ايه يا عم؟ دي مش اوانها. وبعدين انت مال وشك كده متضايق قوي كده يا بنا؟ في ايه؟ عم وانا نازل يا عم مراتي قالت لي انا عايز اعترف لك اعتراف. ايه؟ تلاقول
قالت لي انا بحب محمد منير. وعملت ايه؟ اديتها بالقلم قلت لها اسمه كينج محمد منير. لا اصلي اصلي. بقول لك ايه يا لانشو، انا اعرفك من يجي 20 يوم وما اعرفش انت شغال يا لانشو. حلواني. بقول لك ايه؟ ما تيجي نلعب لعبة حلوة كده بقى على ما يبدأوا الفيلم ده. نلعب ماشي. نلعب ايه بقى يلا؟ نلعب كهربا شد الكوبس. لا. احنا نلعب شمعة قول هوف. ليه؟ عشان نخفف الأحمال. يا وطني يا بنا، يا وطني يا جامد. بقول لك ايه يا بنا؟ ايه يا صاحبي؟ يلا بينا بقى نجهز عشان نشترك في الفيلم اللي هيعملوه على الراجل ويقلبوه في فلوسه ونروح نمثل معاهم. ماشي، يلا نخرج مع بعض. يلا يلا هات ايدك معايا. يلا بقى بينا بسرعه. يا توحيده يا توحيده يا بنت يا توحيده يا بنت. يا توحيدة. ايوه يا اما. انت فين؟ انت مالك يا بنت؟ انت فين يا بنت؟ ما تطلعيش عيني. وربنا ما هاجي يا بنت. تعالي عشان خاطري. عايزه ايه؟ عايزه ايه مني يا اما؟ عايزه ايه مني؟ انت كنت فين يا بنت؟ مالكيش دعوه. انت مالك يا بنت؟ حرام عليكي ما تطلعيش عين امي. عايزه ايه مني؟ عايزك تتجوزي يا بنت. طب ما انا مخطوبه العاشور. ده كحيان ومدهول. طب انت عايزه ايه؟ عايزك تتعلمي من امك تعملي زي ما عمل. تعلمي ازاي تغري الرجاله. ازاي بقى؟ ده انا زمان جبت ابوكي برجل. بينت له لحد هنا وقع على ملا وشه. ازاي يا بنت بس؟ طب اقول لك على حاجه وتنبسي مني. قولي. مش انا وقعت الواد اللي بنات الحاره كلها بتجري وراه؟ مين؟ احمد. يا الف نهار ابيض. جيت من وراه واديته بالرجل. وقع على وشه في المجاري. الصبر يا رب من عندك يا بنت بختك في عيالك. المهم سيبك من الكلام ده. شفت اللي بيحصل في الحاره اليومين دول؟ عن نصبايا. ما هو الواد مرسال وعاشور خطيبي قالوا لي عن نصبايا دي وهيقلبوا من الراجل فلوس كتيره قوي. وعاشور خطيبي هيظبطني. هيظبطك ازاي؟ هيوديني جنينه الحيوان. هتتحبسي هناك مش هيخرجوكي. الفيل لسه ما ماتش. يا بنت حرام عليكي اللي انت عاملاه فيا. حرام ايه يا ام؟ حرام؟ انت مجنونه؟ انت تقولي الحرام قوم وانا اقعد مكانك. اسمع عليك يا توحيده، حد يقول لامه كده برضه؟ طب خلاص يا ام ما تزعليش. بس انت يا بنت هبله، انا محدش هينصفني عليكي غير الواد اخوكي شمطه حبيب ام واعقل واحد في العيله. يا شمطة! انت مين يا شمطة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شمطة! اهلا اهلا كورتي، طعمك حلو يا كورتي. بقول لك يا شمطة، عايزة ايه؟ امك عايزاني اتجوز. هتجوزك انا؟ هتجوز شبط اخويا. يا بنت حرام انتوا اخوات. خلاص يا ام اقول لك على حاجه، انت عايزاني اتجوز ليه؟ عشان تخلفي يا بنت واشوف لك عيل صغير كده قبل ما اموت. طب ما انا ممكن اخلف من غير ما اتجوز. يا سفله. يا بنت ازاي هتخلفي من غير ما تتجوزي؟ طب خلاص يا ام ما بنكيش على شغل هبل. انت مالك؟ لا اله الا الله. بقول لك يا شبطه، ما تيجي نصالح امك. يلا نصالحها. يلا. الست دي امي جربانه طول عمرها، ما شالتش غير همي وانا اللي هشلها. اهلا اهلا كورتي، طعمك حلو يا كورتي. صباح الخير يا حاره نكد. ازيك يا واد يا شبطه؟ عمو جمجوم. عامل ايه؟ عامل ايه يا عمو جمجوم؟ ازيك يا عم جمجوم يا صاحب الكشك؟ عامل ايه يا بنت يا توحيد؟ الحمد لله. ايه اخباركم يا اولاد؟ وحشني يا عم جمجوم. وحشني والله يا اولاد. انا جعان قوي يا بنت. جعان؟ ايوه. استنى. خد. ايه ده؟ شيبسي. شيبسي؟ افتح لك حاجه ساقعه؟ ماشي. خدي. بس دي سخنه. الساقع ورق.
عاملين ايه يا ولاد؟ هنحط دي تسعة. الله 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 الله، ده المتخلفين عقليا بتوع الحارة كلهم هنا. ازيكم يا حارة معوقة؟ ازيك يا عاشور يا خطيبي؟ ابوس ايدك ما تفكرنيش، انا رابط دماغي عشان انسى. هتضرب يا رب، ناولني الشهادة يا رب، يا رب ما تكتبها عليا. بقول لك ايه؟ ايه؟ رحت اجيب الدبله بس ما لقيتش مقاسي، بس اتفقت انا واصحابي هنسرق اديب قطر وهوديه عند حداد واظبطه. انا بحبك ما تقلقيش. ماشي ماشي. المهم دلوقتي انتوا فاهمين السبوبه؟ ايوه. آه. في باشا هيجي، اول ما هيجي كلنا اللي عايز يتضرب يتضرب له، اللي يغزه يتغزله، واللي هيديله 1000 هياخدهم 2000، اللي هيديله 2000 هياخدهم 4، اللي هيديله 4 نسب متساويه. فاهمني ولا مش فاهمني؟ فاهمين. يا عاشور انت فين؟ يا عاشور يا عاشور يا عاشور. انت فين يا عاشور؟ عايز ايه يا شرده؟ مش تبارك لي يا عم؟ على ايه؟ جبت رسيفر جديد في القهوه بتاعتي. وده جبت فلوسه منين يا شرده؟ بعت التلفزيون اللي في القهوه يا عم. شرده مش ناقصين جنان، انت جاي عايز ايه؟ سمعت عن الحكايه اللي بتدور هنا في الحاره، قلت اجيب فلوسي واشتغل معاكم فيها في التمثيليه اللي هتعملوها. لا يا شرده احنا اسفين، السبوبه دي لاهل الحاره بس، ممنوع اي حد من حاره تانيه. يا عم خد الفلوس واعتبرني مستثمر اجنبي. انا راضي ذمتك، ده منظر مستثمر اجنبي؟ ده انت عايز تبرعات يا راجل. يا راجل صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يا عم اسمع كلام، خد الفلوس وخلي الراجل يتبسط وخلينا احنا كمان ننبسط. الكلام ده مش موجود يا شرده، ومش هتخش معانا في السبوبه. توحيده عقلي بدل ما اختفوا. ايه عاشور في ايه؟ خلاص بقى خلي الحكايه تمشي. عشان خاطرك انت يا قلبي يا روحي يا عقلي يا عمري يا كبدي يا كلي. انا كل ملك، انا كل حاجه حبيبي فيا بتناديك. انا عاشور بحبك يا بت. انا هتجوزك يا عاشور. ماشي. انا كمان هتجوز معاكم. لا انا اللي هتجوز عاشور. انا هتجوزه. ايه ده فيه؟ طب انا بقى اللي هتجوزه. طب والله العظيم انا هتجوزه. ويمين الله انا اللي متجوزه. ايه ما انا اروح دريم بارك احسن. تعالى ركبك، تعالى ركبك الغساله. انا هركبك الصاروخ. يا جدعان في ايه؟ عايزين ايه؟ تعالى بس. عايزين ايه؟ في ايه يا جدعان؟ يا جدعان يا جدعان. اهلا اهلا كاراتيه، طعمك حلو يا كاراتيه. كاراتيه انتوا وقعتوني بجد، انتوا العبط خدكم. ايوه ايوه. ايه انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ انا عايز اتجوزك. وانا كمان هتجوزك. انا اللي هتجوزك. انا هتجوزك. انا اللي هتجوزك. بس مش هينفع اتجوزكم انتوا الاثنين. ليه؟ عشان انا اخوكم. انا اخوكم انتوا الاثنين يا اولاد المجانين. اهلا اهلا كاراتيه، اهلا اهلا يا كاراتيه، اهلا اهلا كاراتيه. انتوا هتجننوا امي. الحقوني اهل الحاره يا ام توحيده، تعالي شوفي عيالي. الله يخرب بيوتكم، شمدين فيا اللي يسوى واللي ما يسواش. خلاص يا عم انا هتجوز امي على الاقل مزه. يا جدعان كلنا هنتجوز بعض بس نخلص السبوبه دي. دلوقتي هيجي الراجل ده زي ما قلت لكم، اللي يتضرب يتضرب له. تمام؟ ماشي. فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ خليها على الله. يلا زي ما قلت. شكلهم مش فاهمين. بصوا انا مش مرتاح لكم، انا اعمل اختبارات واللي ينجح فيها يبقى معايا في الحوار ده. ماشي ماشي. يلا اتكلوا على الله وانا هنده واحد واحد. ماشي. يلا. اختبارات ايه؟ انت بص بقول لك ايه، تقعد جنبي في الاختبارات ما تبوظهاش. هنعمل اختبارات؟ هعمل اختبارات هشوف مين فيهم هينفع. تمام. يلا. ولا شبطه. ايوه خد يد يا شبطه، عايزك يلا. نعم. بقول لك ايه؟ دلوقتي في ناس هتيجي من بره. نعم. تدخلهم لنا. حاضر. اشتغل مع عمك جمجوم حبيبه. هشتغل مع عمو جمجوم حبيبه. يلا خد دي سلقتها من الكشك. ماشي. خش اتفضل خش. يا رب قويني يا رب في الامتحان يا رب وانجح والنبي يا رب. اسمك؟ شرده محمود القهوجي. عنوانك؟ في الحاره هنا الدور الثاني سنة 24. عنوانك؟ 24. اسمك؟ شرده محمود القهوجي. قول طبق طبق ما يبقى في طبق طبق. ايه يا ابني اختبارات سرعه. انا اسف يا استاذ اسف، هنبتدي الاختبارات. اسمك؟ 24. سنك؟ شرده محمود القهوجي. قول قميص نفيسه نشف ولا لسه ما نشفش؟
شفت هبلتنا معاك ازاي؟ يا عم مش ناقصه جنان والنبي ركز. خلاص اسفين يا استاذ، احنا عايزين منك مشهد تتضرب من غير ما تبين انك بتمثل انك بتتضرب. ايه ده؟ وانا جاي هنا عشان اتضرب؟ انا عايز اضرب. لا انت جاي هنا تتضرب. طب والنبي ممكن حد يساعدني؟ انا كنت عامل حساب ان انا هضرب يعني. حلو، ولا شبطه؟ ايوه اديله بالقلم. هديله على بوزه. تعالى هنا. الو. اي 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 الحقنا يا محمود باولد. يا لهوي. انا اسف والله، كنا عايزين ننجحك بس عشان اللي في بطنك مش هينفع، لازم تريح في البيت. يعني انا سبت يعني؟ ايوه. طب اهو انا هخطفه لكم، اهو على الله حد يتكلم. عايز مليون جنيه هنا على ارض حالا. اهو اهو اهو. ثانيه واحده، ثانيه واحده، محدش هيعبرك. ليه؟ عشان انا اهبل. اطلع بره، اداك ارتفيشال، امشي اطلع بره بره. لو المشهد عجبكم سوتولي على رقم 2. ادخل اللي بعده؟ هات ناس عقلة. حاضر. مش ناقص هبل. حاضر. خش. ورا يا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اسمك هادي اللي قدام. اسمك يا. اسمي لانشون حلواني بالزيتون. وانت اسمك ايه؟ وليد بنا لسه ما جاش. طب هيجي امتى؟ لا هو بعتني مكانه. طيب. تعرفوا تضربوا؟ اه. إيه؟ يلا اضربوا بعض. يلا من غير ما تبينوا ان انتوا بتمثلوا ان انتوا بتضربوا. يا تتفرج على ضرب ومواجهه من الاخر. يلا. اوه شكش على رقبتي حركه على رقبتي جبريل اخر فيصل. نو. سلب السلب السلب ما بقفش على الدائري. زيس إيس إيس بارتا. هو خلص كام ماتش سبارتا ده؟ يقول لك 3-0 وصعدنا. الحمد لله. غيرنا يا كابتن عشان هبط. لا يا كابتن غيرنا عشان بهدلنا نفسنا خالص. يا نهار اسود. لا يلا بس. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه مع السلامه. الله يدخل حد عدل. يلا. الله ينور عليك والله ابهرتني. ايه رايك؟ لا بسم الله مش عاقلين جدا. اما ليه؟ هات لي ناس عاقله يا ابن المجنونه. حاضر. حاضر. خش. ازيك يا ام توحيده؟ كويسه يا اخويا. اسمي ام توحيده. ما انت بتقول لها ازيك يا ام توحيده؟ يا ابني انا ناقص وانتوا جايبيني هنا تجنن. معلش انا اسف. اسفين يا ام توحيده، وعايزين منك مشهد تتضربي من غير ما تبيني انك بتتزفتي تتضربي. هعرف يا اخويا، انا ابو العيال لما كان بيجي يضربني كنت بعمل نفسي مهريه من الضرب وهو ايده اصلا ولا كانت بتلمسني. مش ذنبي ان هو عبيط زي عياله. انا عايز اشوف مشهد تضربي من غير ما تبيني. يلا هضربك انا اهو. انت عبيط؟ عايز اضرب امي قدامي؟ انت مجنون يا عم. اسف. انا اللي هضربها. يا لهوي ايه القلم الجامد ده؟ اه مش قادر ابقى اتكسر يا مامي. هموت. ايه ده؟ ايه عجبتك؟ صوتها حلوه قوي. وبتطلع في السلم الموسيقي وتنزل عندها شويه تونات تحفه الله اكبر عليها. طب دي يا حلمي يا بكر تاخدها معدي في القران ماشي؟ خلاص انت معايا. يا ابني هات لي ناس جايب لامك، هات لي ناس جديده مش من الحاره، ناس يبهروني. انا ابهر حضرتك زي ما حضرتك بتبهرنا دايما، هجيب لك ناس مبهره. خشوا يا مبهرين، تعالوا خشوا كلكم، خشوا 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 تعالوا. بس وقفوا هنا. ابهرتني. اه والله انت جايب لاختك يا ابني، دي خطيبتي. هات لي ناس تبهرني. وربنا هنبهرك، ده احنا هنظبطك. قول لها بس تعمل ايه واحنا هنبهرك. عايزك تضربي وتصوتي صوت يبان حقيقي. جاهزه؟ يلا. فهمتي؟ اه فهمت. يلا بقى تعالي كده. ماشي. يلا. هطلع عين اهلك النهارده.
اوريك بقى حاجة حلوة قوي. مفاجأة مفاجأة. I love you. الصين ياما بتعمل وربنا. بص بقى انت جايب لي دبدوب ومدخله معانا هنا تمام؟ أيوة. بعد شويه تدخل لي واحد تدوس على راسه وقعد يقول مكارينا مكارينا مكارينا. دي فوانيس في رمضان بس، رمضان ما جاش. انت عبيط. بقول لك ايه، اختك ساقطه. ودي ايه ده؟ اوعى اوعى يا شيخ. ناجحه ناجحه. بقول لك ناجحه ناجحه. يا عم بقول ساقطه. هتاكلك وربنا. انا حيشها عنك بالعافيه. يا راجل يا عبيط. خلاص ناجحه. ايه هيازي يا بنت هيازي. يلا بس بقول لك ايه، الحاره دي هتجيب لنا جنان. بس يبقى ننجحهم كلهم. اجمع ما اجمع يا حاره، كله نجح. الف مبروك. ايه ده، ايه الانبهارات دي؟ الحمد لله يا رب اكرمتني. الحمد لله ونجحتني. بجد ما شاء الله عليكم. بصوا بقى، الراجل هيجي نتثبت له ماشي. اللي هيديله 1000 هياخدهم 2000، اللي هيديله 2000 هياخدهم 4، اللي هيديله 4 هياخدهم كام؟ 8 نسب متساويه. نسب متساوية 8. تمام. جاهزين؟ جاهزين. فهمي باشا على وصول. تمام. عايزكم تركزوا كويس جدا جدا عشان اليوم ده يعدي على خير بإذن الله. يلا. انت رايح فين؟ هصور من البلكونة عند أمي فوق. ماشي ماشي. يلا يلا يا جماعة انتشروا. يا لهوي يا لهوي. الحاني البلطجي. البلطجي الشرير جاي. لا ده بلطجي مرعب. لا يغتصبني. لا يا وليه لازم تولدي عند امك. لا يا اخويا لا. انت بتقول ايه؟ البلطجي الشرير جاي. ايوه لا ده بلطجي مرعب. لا افشع يا افشع. دي انا اسف انا اسف. ممكن اعيد تاني؟ ما تقولش افشع، دي بتضحك. انا غلطت اصلا. انا اسف. انا غلطت يعني. انا غلطت بس حلوه، بس هو مش مشكلها يعني، فمعلش انا اسف. عجبتني والله. افشع دي. احنا نعمل ايه ده يا ابني؟ ما توتروش الراجل، اول مره يمثل بلطجي في حاره. ما توتروش الدنيا، خلوا اليوم يعدي. يلا خد. انت رايح فين؟ انا قاعد على المونيتور فوق، الشمس هتروح مني. خلصوا يلا. البلطجي الشرير جاي. يا لهوي ده بلطجي مرعب قوي. لا هيغتصبني تاني. لا لا هيغتصبني. لا هيغتصبني. ده بلطجي شرير قوي. مش قادرة تاني. والبطعة اخشع ياض اخشع ياض. خد تعالى هنا. لا اتفضل. لا وربنا ابدا. لا والله اتفضل. انت الكبير. انت العبيط. اتفضل. خد تعالى انت. مين فينا؟ بتاع نينيني ده. تعالى عشان نقفلها بقى. بقى لنا 40. خلاص ما تنساش عليا يا معلم اروانا. بالراحة عليا يا معلم اروانا. بس مين اروانا ده؟ هو مرسال ما قالكش. انت اسمك اروانا. اروانا؟ ايوه. اللي هو بيقعدوا ياكلوا فيها ويلغوصوا بصوابعهم دي؟ ايوه. لا مش حلو اروانا. معلش المرة الجاية نختار لك اسم جميل. ايوه بس معلش يعني مش عاجبنا اروانا ده. ممكن تركز في البلطجة. سيبك من الاسم. ماشي. خش ثبتهم. اثبت عندك يد والحاجات دي. ماشي. يلا ابدا. حاضر. اخش عليهم بقى. خش عليهم. اثبت ياض. انا مش شافية. انا سيد البلطجية. من النهاردة مفيش هكومه. انا اللي هكومه. بقول لكم اهو. هكومه ايه يا استاذ؟ اسمها من النهاردة مفيش حكومة. انا الحكومة. ما هي والله كاتبها اهي اهي اهي. فين الشد على الحائط؟ مفيش شد على الحائط. معلش دي غلطة مطبعية، ممكن نعديها. ماشي بس يعني مش للدرجات دي يعني. معلش مش هتعلمنا محو الأمية هنا. ركز في البلطجة. حاضر يلا. حاضر. من النهاردة مفيش حكومة. أنا الحكومة. يلا ياض بدل اثبت. ياض بدل ما بوظك. إيه؟ بدل ما إيه؟ ما بوظك. أبوظك؟ أيوه اللي هو ما بضربه في بطنه بطنه بتبوظ. اسمها بدل ما غزك أغزك.
كل الكلام غلط. ماشي يا مرسال، ركز ماشي. ركز والنبي، أنا عندي الضغط. اثبت ياض بدل ما غزك. ايه ده يا عم، فين المطوة؟ يا انا نسيت المطوة، نسيت المطوة في العربية، اروح اجيبها واجي. ماشي جيبي. يا باشا اخلص بقى وثبتنا. ما اصلا نسيت المطوة حضرتك، لا في العربية لا في الفيلا، اروح اجيبها واجي. خد يا عم انت، تعالى هنا. هتروح تجيب ايه؟ انت في ايه مش فاهم؟ ثبتنا يا عم ان شاء الله بطوبه بالارض. ثبتنا. هو يا جوزة ثبته بطوبه؟ ينفع تثبته بكيس جل، بس ثبته. اي حاجه. اثبته بايه يا حضرتك؟ بكيس جل. يا باشا يلا. استنى يا عم، بلا باشا بلا بتاع، اصبر. اللي هو ايه؟ يعني ثبته. من ابو كام؟ من ابو جنيه. لينا قاعده. خش. يا باشا يلا والنبي بقى، عايزين نتثبت يا اسطى. انا مش اسطى يا، انا مش باشا يا، انا كروانه. انا ايه؟ معلم كروانه. اسمك كروانه؟ انت بتحلي الاسم. مش عاجبني كروانه. معلش ركز في البلطجه، المره الجايه هيبقى اسم جميل. يلا ماشي. بقول لك ايه يا حلوه انت، ما تفكك من التثبيت خالص وخش على الخط، هتلاقي الزبون واقف قدامك ومستنيك. ما تعاملتش مع النوعيه دي قبل كده خالص. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خش فيها. ولا انت مين؟ انت مين يا بنت؟ امي. دي ام دي؟ الحاره الغريبه دي. يعني نعرف يعني ايه؟ يعني اقلب القدر على فمها يتلقي الفول منها مثلا. يعني دي اكيد القدره. اوكي. دي امها ازاي؟ يعني استحاله يعني. ماشي اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ حلوه الامثال، ممكن نشتغل؟ ممكن تتبلطج؟ خلاص ثانيه واحده، ارجعي ياما بقى وتوبي، بطلي اللي بتعمليه ده. خلاص انحراف، خلاص خلاص. اتفضل يا باشا. يلا يا باشا خد خد مطوه اهي، خد مطوتي ياما. يلا ثبت بقى ثبت. ما هي ام صوصه اهي يا عم، ما هي، ما انا قايل له هات من ابو صوصه دي حلوه، ومرمطني وعمال الف حوالين نفسي. ما هي يا دي حامية. معلش ثبته بقى، خد منهم فلوس قلبهم. بقول لك ايه يا باشا؟ اطلع بالفلوس يا واد، عايز ايه؟ ثبتنا انا الاول بس عشان سايب القهوه لوحدها. ايه ده؟ لسه في ضربه هتتضرب معانا. لا يا عم انا مش هتضرب يا عم، انا عايز اثبت وامشي على طول، عندي اكل عيش. ثبتني والنبي يا استاذ. ينفع؟ ينفع والله اي حاجه. اصل هو مش دوره. معلش معلش هنخالف بس. كوسه في البلطجه، هنعمل ايه؟ حتى الكوسه في البلطجه يا ساتر عليكم. ماشي، معاك كام يا واد؟ دول 7000 جنيه ايراد القهوه بتاعت امبارح، ودول 17 جنيه تحويشه العمر. مش فاهمه بس ماشي، هحط الفلوس دي فيها. عايز مثلا هاند باج، عايز ايس بوكس، اي حاجه من دي. ايس بوكس ايه؟ احنا هنلم جمبري من الناس. يا باشا انا عندي السكر ما تتعبنيش، عايزين نخلص اليوم ونقبض ونمشي. خلاص انا عندي كرتونه، كرتونه تمشي. كرتونه حطه في الكرتونه دي. عايز حاجه مني انا يا باشا؟ لا امشي يا. طب سلام عليكم. يلا اللي بعده، كل واحد يحط فلوس، ان هو معكيش فلوس حط صيغه. خد خد اقول لك ايه؟ على ما هم يحطوا حاجتهم. اه الحاجات دي مش هتعمل لك منظر قدام الناس، انت لازم تعمل حاجه عشان تتصيد. بس انا مش عايز. مش عايز ايه؟ بس انت يعني بتقول لي عشان مش عارف ايه يعني. عشان تشتهر. اه اشتهر؟ ده انا دماغي راحت في حته ثانيه. لا لا مفيش ده، عشان أوكي. تشتهر بالمطوه وفي وش اي حد. بالمطوه في وشه؟ في وشه على طول. وهم مش هيرفضوا؟ مش بيخافوا منا. طب هم حطوا كل حاجه؟ وانت حاطين كل حاجه؟ هوز؟ يعني انا جاي حرق اقلبهم في هوز؟ ماشي ماشي، يلا مين اللي هعوره الاول؟ بص خش على اول واحد في وشك، خش فيه وعوره. ماشي يلا. ايه؟ ايه؟ ده ما خافش؟ انت خايف منه؟ يقول لك ها، اقول له ها في وشه. ماشي. على طول. يعني اخش اقول له ها في وشه؟ اه نختصر. حاضر. يلا. خش عليه تاني واديله في وشه. ماشي. يلا. انا مش عايز ابقى بلطجة، انا لغيت الفكرة خلاص. انا افتح مستشفى، لا خلاص. افتح مستشفى اعالج البلطجة اللي بيتعوروا، خلاص. ما تخافش منها، ما تخافش، دي جرافيك، ما تخافش منها. دي جرافيك؟ ايوه دي هوا كل ده. يعني دي 3 دي؟ ما في دي 100 دي مثلا. انا عايزه اتغز. اغزها ازاي دي؟ غزيني حته حته وارميني لاي قطه، انا كنت بحب سته دلوقتي بحبك انت. انت انت
ارميلي لاي قطه، ارميلي لاي قطه. ارميها لاي قطه تعمل ايه؟ دي عايزه مزرعه قطط. خش عليهم ثبتهم، سيبك من دول، ثبت الباقيين. ثبتهم كلهم. اعمل اي، عايز افرح بيه. حاضر. والنبي اثبت يعني انت وهو. يا نهار اسود، ده شكله عايز يعورنا يا جماعه. يلا كل واحد غزه صغيره كده. عايز ايه يا عم؟ غزه صغيره. هتغز فين انت؟ تعالى بص. ولا ابدا. غزه صغيره. هو يا عم. ايه ده، رفضوا الغز؟ رفضوا الغز؟ شرف المهنه راح. مفيش غيرك انت بقى اللي غزه. بتعمل ايه؟ غزه صغيره كده مش هتحس حاجه. لا 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 والله، حته صغيره. لا حته ايه؟ شيل لك مناخير. لا ايه ده، هتشيل لي مناخير ايه؟ والله ما هتفرق. تعال. ده لا اسمع. مش هيفرق والله. يعني ايه هيبقى شكلك ايه؟ اكيد هبقى حلو. وانت مغزوز في اسنانك اهو. تعال. اسمع مني، ما ينفعش تغزني والله. طب ودن ودن. انا اللي هقف. يا مرسال بس الحقني يا مرسال. يا حلوه البلطجه دي قوي. ها اليوم خلص. سيبني شوية يا عم حزومبل. اليوم خلص. سيبني وقول لي حكاية البلبل. اليوم خلص. ما تسيبني يا عم، اقعد شوية يا عم. ايه ده؟ سعادتك أول مرة تزعقني. معلش أصل سكران من امبارح. ها بس حلو قوي حكايه البلطجه دي. من حيث الانبساط انبسطت جدا. يعني اتكيفت يا باشا؟ اتكيفت يا مرسال. اه لميت كام؟ والله ما عارف. ابقى اعمل لسته اشوف كل واحد كاتب دفع كام واكتبهم عشان نشوف هنرجعها له. في ناس حاطين ذهب لوكال قوي، بلدي جدا، مفيش اي حاجه فيها الماس بتاع، مش اشكال. كل ده هيرجع لهم بقى وشوف هتعمل معاهم ايه. ما تقلقش سعادتك، انا هعمل لسته واظبط كل حاجه وما تقلقش من اي حاجه. اتصرف انت. خلاص خلاص يا سعاده الباشا. يا رب استر. يا لهوي الحقونا يا ناس. يا عاشور يا عاشور. في ايه يا عاشور؟ الحقني يا عاشور. في ايه؟ البلطجي بتاع الفجاله جاي ابو 8. اه ده هيموتنا. طب يلا نجري. يلا الحق يا عم، البلطجي ابو 8 جاي. فيها لانشو. لانشو ده هيخلينا كلنا لانشو. يا لهوي ابو 8 جاي جاي. ابو 8 جاي جاي. يا نهار اسود، ابو 8 جاي بجد؟ ده بلطجي الفجاله. ده بلطجي الفجاله، ده اكبر من بلطجي هنا. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نلف بجلدنا من هنا. يلا بينا. يلا ناخد ناخد الفلوس الاول. يلا اهي كل. اثبت يا انا. لسه في بني ادمين هنا. فين البني ادمين دول؟ قوم يا قوم منك لو. فين البلطجي اللي كان هنا؟ البلطجي مفيش. بلطجي ايه؟ مفيش ايه، طلع عند عربيته بره، عند العربيه بره. عربيه عربي. مفيش عربيه يا باشا، ده هو مش عند عربيه، كان عند عربيه الكبده. عربيه الكبده. اه ومشي. كان بيقلب عربيه الكبده. بيقلب صاحب عربيه الكبده. لا بيقلب الكبده. سعادتك معاك كبشه وبيقلب في الكبده. ايه ده يا عم؟ ما انت بتقول يا معلم، ما مؤسس اللي معلمين الناس. البلطجي ده ولا الشيف شربيني؟ يا إيه معلم ده واحد غشيم وجي غب على منطقتنا يا معلم. نعم غب على منطقتنا ليه؟ وانا كروديا؟ ده انا المعلم ابو 8، ده انا معلم على كل بلطجيه العالم. لا وسعت منك دي. العالم ايه؟ لا والله العظيم معلم على بلطجيه العالم والله. بجد والله؟ اه والله العالم كله. تعرف اللي هو رجل عنكبوت سبايدر مان؟ اه انا مقلبه في البوكسر بتاعه. تعرف رجل عنب؟ اه عامل فيهم مشهدين اتفرج عليهم جمال. بجد والله اكيد هيعجبوني، انا اصلا بحبك. ده انا بحب اسمك ابو 8. اه انا كمان يا بحب الاسم ده قوي. اه اصله بيستر عليا من اسمي الحقيقي. ليه اسمك الحقيقي ايه؟ شيرين. شيرين. اه ومين دي اللي معاك يا معلم شيرين؟ معلم ابو 8 ده دابس. وده اسمه الحقيقي انغام؟ لا ده دابس ابن اختي. اه في ثالثه طب. ثالثه طب وجايبه هنا ليه؟ اه اصله في قسم تشريح، فجاي بياخد العملي معايا. اه جاي يذاكر علينا يعني؟ لا تريننج. تريننج؟ اه ده معلم مثقف جدا. ايه راضي انت بتمقلس عليا انت هو؟ اه لا يا معلم. لا يا معلم انا مش لسه قاتل عمك امبارح. ما تفكرنيش يا معلم. وخالتك اول امبارح. ايوه وستك اول امبارح. ما كانش ليه لزوم، كانت هتموت لوحديها. وانت يا
خد هنا انا عايز اقتلك. انت كل ما تشوفني تقتلني. ايه يا ايه يا معلم في ايه؟ خد طب بلاش اقتلكم، تعال اعلمك يا. لا لا انا متعلم كويس بجد والله. انا متعلم احسن علامة. خلاص انت براء، خد يا تعال اعلمك. لا ما انا كنت معاه في نفس الفصل. طب يلا هات من هنا. ماشي مش عايز اشوف حد هنا. يا اخي اصبر يا اخي. ناخد المسيوات بس دي. ايه ناخد الكرتون يا معلم. كرتونه؟ اه يا معلم. كرتونه ايه؟ ايه ده ايه ده؟ كرتونه ايه؟ اخلع يا. طب نخلع. اصبر يا اخي، شفت وشه بيعمل كده؟ ده انا بكلب ده، ده صايع قوي. اجري اجري يا لهوي. اجري يا خد ياد لما نشوف الكرتونه دي فيها ايه. الله بص يا معلم دي حلوه قوي. نزل ايدك ياد من على الكرتونه. اخشع يا. نعم اخشع يا. حلو الاداء. لما المعلم ابو تمانية يتكلم الكل يسمع وينفذ. بيقول لك اخشع يا. مين الكاركتر ده؟ دعبس الصبي بتاعي. كفاه بقى يفلاك نصين، نص في طنطا والتاني في السنبلاوين. حلو حلو المثل. يعني نص في طنطا ونص في السنبلاوين. والله فكره هايله. انا اسمه ايه زفت مرسال ده ما كتبليش اي حاجه من الكلام ده. يلا والله الكلام بتاع حضرتك ده يعني كلام 100 100. بص مش كاتب لي ولا كلمه من الكلام ده. ايه ده؟ ده الاكسبريشنز اللي انت لسه قايله دلوقتي. ايه الكونديشن ده؟ ده معلم تقريبا كده الكومبينيشن حضرتك. طب شوفيتهم بقى يا حبيبي. هات السلاح. اتفضل يا معلم. لا ده سلاح التلميذ. هات سلاح التسبيح. ايه ده سلاح التلميذ على اساس ان انت جاي من الفجاله؟ اشرح اشرح. اتفضل يا معلم. استنى استنى استنى، ليك شوق في حاجه؟ ايه انا المعلم ابو تمانية يتقال له ليك شوق في حاجه؟ ليه؟ وانا شغال بيت وبنزل اجيب رزق اليوم بيومه زي اللي شغال بعقل، ومش هين على الحكومه تيجي في يوم تثبتني، مع ان انا كل يوم بثبت اللي رايح واللي جاي. ليه كده حكومه ولا الاعلام؟ الاعلام مش سايبنا في حالنا. تيجي لاخت رياض سعيد تقول لك انت اكيد ما شربتش من نيله. لا يا اختي انا شربت من نيله، وكفاها بقى اشرب من دمك كمان. وبعد الشرب ده كله ايوه تيجي تقول لي ليك شوف حاجه؟ ليه 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 ليه؟ الله معلم الله. انا انت حضرتك اتفوقت عليا صراحه يعني. على ابو يا امرك يا معلم. ثانيه واحده، عرقابه دي انا اول مره اسمعها ومش مكتوبه عندي. ايه عرقابه دي حضرتك؟ دي جديده بالنسبه لي. انت بقى بلطجي؟ انت بقى البلطجي اللي بيقولوا عليه؟ ايوه انا البلطجي اللي بيقولوا عليه. وايه ده؟ حضرتك دي الغله اللي انا جمعتها من الناس اللي هنا، فحضرتك يعني اتفضل خدها. اتفضل. بقول لك ايه يا معلم، انا قلبي مش مستريح للحوار ده. انا كمان مش مستريح للراجل ده معلم. الراجل ده شكله كده بيستعبطنا، جايز في حكومه مراقبانه، حد بيصور لنا او بيسجل. يا نهار اسود. بقول لك يا معلم ما تيجي نمشي من هنا والنبي. طب بالاذن بقى. بقول لك ايه، رايح فين؟ يلا غزني. ايه غزني؟ عشان اغزك. يلا الراجل اللي بايع نفسه ده. ايوه ما انت ما تغزني هيبقى انا اللي عليا الدور، فغزك على طول. يلا انت عايز بعد ما اغزك تروح غز قايم على حيلك وغززني؟ ايوه يا عم. ايه يعني إيه ده؟ انت ماشي يعني ولا ايه؟ همشي. مش لا هتغزني ولا هغزك ولا اي حاجه؟ لا. طب ما خد الحاجه دي معاك يلا. وناخد الحاجه دي على سبيل ايه ان شاء الله؟ خدها يعني. انت راجل بلطجي جاي لغايه هنا، مش معقوله مش هتاخد الواجب بتاعك؟ قول الواجب بتاعك. قول هديه. هديه؟ هديه احسن يكون حد بيسجل. هديه هديه. مش انت غبي؟ قول هديه. هديه. مش انت غبي؟ قول هديه. مش انت غبي؟ قول هديه. هديه. ايوه هدية كده الفالنتاين وبتاع. يلا سلام يا بيبي. مع الف سلامة. باي باي يا بيبي. مع السلامة. ياه دي البلطجة دي حلوة قوي. يا ايه؟ انت اديتهم فلوسنا، انت سايبه ياخد الفلوس ويمشي. وانا مالي؟ ما هو جاي الراجل، الراجل يعني مش هياخد حقه، راجل بلطجي. وانت سايبني في العربية ساعة. ده بلطجي بجد يا باشا، بلطجي بجد. وانا بلطجي نص نص يعني وايه؟ ما انا بلطجي بجد.
لا يا مرسال حقيقي. شوف ما جايبك يا مرسال فلوس الناس لازم تيجي. يا ادي ما تقلقش، الباشا معاه فلوس قد كده، كل واحد ياخد فلوسه على دار مليم. الاثنين باربعه والاربعه بثمانيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه التخريف ده؟ مين اللي قال كلام الفارغ ده؟ سعادتك مش معاك فلوس وهتنام. معايا فلوس اه، بس انا جيت وحقي ان انا بلطجت على الناس، الناس دفعوا فلوس، جه واحد خد نصيبه ومشي. انتوا عايزين بقى تاخدوا فلوسكوا تاني من الراجل ده؟ ياريه. بص يا سيدي دي اللي فيها الاكسبريشنز كلها، هتروح تقول له افش عياد وبتاع والحاجات دي، وادي المطوه، هتروح غزه هو يغزك، اتصرفوا مع بعضيكوا يعني ماشي. وانا عملت اللي عليا واستمتعت جدا، بكره انا هاجي في نفس الميعاد، خلي الناس يجيبوا لي فلوس اكتر عشان استمتع اكتر. برافو يا مرسال، 10,000 في الشهر. 10,000 يا باشا يا وفلوس مرسال. الناس فلوس الناس يا مرسال، الورقه دي هيجي منها حاجه في الامتحان ولا ده ملغي كل ده؟ مش عايز اذاكر على الفاضي يا مرسال. انت دبستنا يا مرسال، دبستنا، بدل ما كان عندنا بلطجي واحد بقى عندنا اتنين بلطجية يا مرسال. افش عياد.